ليكن ما كل ده يطلع منك انت سيدة معزه بتسيبنا وتمشي تقعد تقول الاداره هي اللي مشيتني انا كنتش عايز امشي لو كنت عايز تقعد يا سيد كنت قعدت يا سيد اخد والعب بلاش يا اخي ليه يا معزه ليه وقعدنا نقول السيس راح باريس اديك رحت وراه دوري المزارعين انت معزه هتروح فين ولعلمك بقى أمتيتي هو بطل المنتدى وانت فقاعه صنعها ديمبيل قال سيد اللاعبين قال ده انت حتى ما حصلتش مدحة اللاعبين ده انا كنت بقول لابويا يا محمد عشان الارجنتيني هو البابا خلاص ما تزعلش يا سيد أنا بس كنت بفضفض معاك يا جدع تعالى يا عم أكلك علف بدل العيش اللي أنت ما صنتوش تعالى ولا عايز تشرب أجيب لك ماء أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في أعظم حلقة من برنامج الدحيح يوم 1 مايو سنة 2005 في ماتش بين برشلونة وقلب سيتي وتحديدا في الدقيقة 85 بيصفر الحكم عشان يسمح بتبديل لبرشلونة بيخرج سامويل إيتو نجم الفريق وحواليه الملعب كله بيهتف له يلا يا إيتو يلا يا إيتو بيطلع إيتو وبيدخل مراهق عنده 17-18 سنة وبعد دقايق قليلة هجمة لبرشلونة أيوة بقى هيحطها ولا إيه رونالدينيو بيرفع الكرة وبيحط المراهق قدام الجول والجماهير بتولع جول والهتاف بيعلى باسم المراهق ليو ميسي كات يا عزيز والنط 17 سنة قدام ميسي اللي جاب هذا الجول عنده 34 سنة عمره تقريبا الضاعف وده عزيزي إنجاز يتحسب لميسي الراجل ضاعف عمره من 17 سنة ل 34 سنة في 17 سنة بس إنجاز بس الصورة هنا مختلفة تماما ميسي قاعد في مؤتمر صحفي بيعيط وبيحاول يشرح هو ليه ماشي من برشلونة ولا هو ولا اللي حواليه فاهمين بالظبط ايه اللي حصل وبين الصورتين دول يا عزيزي في 10 دوري اسباني و4 دوري ابطال و3 كاس عالم اندية سلم يا ابو حميد دي ارقام ميسي ولا برشلونة اقول لك في هذه الفترة ميسي كان برشلونة وبرشلونة كان ميسي فايه اللي حصل بين الصورتين دول ويكسر الرابط اللي اغلب جمهور الكورة كان شايف انه مستحيل يتكسر تقول يا ابو حميد يعني انت لسه من شوية قايل ان ميسي نفسه ما يعرفش ايه اللي حصل انت هتعرف مع كامل احترامي للصلاة بتاعتك شكرا عزيزي ان انت نبهتني لسلعتي عشان نحكي 17 سنه محتاجين نرجع ورا شويه هنروح لرئيس برشلونه خوسيه لويس نونيز وده كان انجح رئيس في تاريخ برشلونه لو حسبنا الارقام والبطولات عمك خوسيه كان رجل اعمال ناجح وعنده شركه مقاولات ضخمه لكن في نفس ذات الوقت كان شخص مثير للجدل والمشاكل لدرجه انه دخل في خناقه مع الفريق كله ومع المدرب واللعيبه والمدرب راحوا اعتصموا في فندق قريب من النادي اذا انتوا بتعتصموا في الفنادق خدوني معاكم المهم الموضوع كبر وبقى معركه اعلاميه قدر خوسيه يكسبها ويطلعهم هم اللي غلطانين قدام الإعلام والجمهور واحدة من الطرق اللي قدر يكسب بيها المعركة دي انه جاب مدرب جديد للفريق يوهان كرويف لو انت ليك في الكرة زي يا عزيزي فانت اكيد عارف ولو انت بتشجع برشلونة فانت غالبا زيك زي سكان كاتالونيا بتحبه بجنون من ايام ما كان لاعب في برشلونة لكن خوسيه برضو لسه راجل بتاع مشاكل بعدها بكام سنة سنة 96 حصل خلاف بين كرويف وخوسيه الله ما يهتدى يا عم خوسيه انت عم بتخانق مع الناس كلها كرويف كان راجل مبتكر ومغامر وعايز لعيبة يدعم بيهم الفريق والتاني يا عزيزي مع كامل احترامي راجل مقاول يعني مش عايز يدفع والخناقه انتهت بان كرويف مشي مفيش مقاول يا عزيزي بيخسر خناقه ومن بعدها ولفتره طويله برشلونه ما نجحش انه يقدم نفس الكوره الهجوميه والممتعه اللي كان كرويف بيقدمها ولا حتى قدر يحقق نفس النجاح والبطولات ومن هنا حصل الانقسام بين النونيستاز نسبه لرئيس النادي والكروفيستا نسبه الى يوهان كرويف النونيستاز وقفوا جنب خوسيه وشافوا ان اللي عمله كان هو الصح وان كرويف كان لازم يمشي لان وجوده وزياده نفوذه بيلغي دور الاداره والكروفيستا على الناحيه الثانيه شايفين ان رحيل كرويف خساره كبيره وان خوسيه عايز يبقى هو النجم طول الوقت وهو من ضمن الفريق ده كان خوان لابورتا رئيس برشلونه الحالي والاسم الاول في حكايتنا لابورتا كان معجب بكرويف اللاعب من وهو طفل كان بيسرح شعره زيه ويعمل الدوران بتاعه وهو بيلعب مع اصحابه في الشارع ولما شاف بطل طفولته وشبابه بيمشي من برشلونه عشان خوسيه والشله بتاعته بدا يكون مجموعه ضغط سماها إليفانت بلاو او الفيل الازرق مجموعه الضغط دي كان هدفهم ان هم يمشوا خوسيه لانهم شايفين ان الفريق اتبهدل من بعد كرويف ووصل لمراحل مزريه ونجح لابورتا في ده لحد ما هو بنفسه بقى رئيس النادي سنه 2003 ولكن لابورتا كان معاه في مجلس الاداره اسمين مهمين ساندرو
كانوا روسيل وجوزيب بارتوميو، والاثنين كانوا نيوستا من الفريق الثاني اللي هم ضد كرويف يا عزيزي، عشان الاسامي الاسبانيه ما تلخبطكش. وفي اول صيف انتقالات لبرشلونه مع لابورتا كان عايز يجيب ديفيد بيكهام من مانشستر يونايتد، لكن الصفقه فشلت وبيكهام راح ريال مدريد. ولابورتا يا عزيزي خد ساعتها الم كبير قوي، بس مين اللي انقذ الموقف؟ ساندرو روسيل. ساندرو كان ساعتها مدير تنفيذي كبير في شركه نايكي، وبحكم رعايه الشركه لكثير من المواهب البرازيليه قدر ساندرو يخلص صفقه رونالدينيو لصالح برشلونه. ايرونيكلي يا عزيزي كان جاي من باريس سان جيرمان. بجد يا ابو حميد عزيزي انا برضو كنت في باريس سان جيرمان، ودلوقتي يا ابو حميد بتلعب فين؟ بلعب في السيتي. ومن ساعه ما رونالدينيو جه يا عزيزي وانت اكيد عارف اللي حصل، برشلونه كسب الدوري سنتين ورا بعض، ودوري الابطال سنه 2006، وكسب ريال مدريد 5-0 في الكلاسيكو. الانتصارات رجعت والصوره اجمل ما يمكن، بس للاسف الصوره الجميله دي مجروحه وجواها حزن من جوه. انت عرفت ازاي يا ابو حميد؟ عزيزي عينيها كلها حزن. الصورة دي كان وراها صراعات وخلافات بين انونيستاز والكروفيستاز في مجلس الاداره. روسيل حس انه خد على قفاه، لان كل النجاح اللي حققه رونالدينيو اتنسب للابورتا، ونجاح المدرب ريكارد اللي كان ماسك الفريق ساعتها اتنسب لكرويف. تقول لي الله، هو ايه اللي رجع كرويف؟ اقول لك يا عزيزي انه رجع مع وجود لابورتا، لكن من غير ما يبقى له منصب رسمي واضح، بيحضر الاجتماعات وقت ما هو عايز ويغيب وقت ما هو عايز. كرويف نفسه كان مشكله لانونيستاز لنفس السبب القديم، راجل عنده نفوذ ضخم جدا وقراراته حاسمه في النادي. وبالاضافه لكل ده بقى، لابورتا مش بيحترم روسيل ولا بيديله كريدت ولا بيحترم صديق روسيل بارتوميو، لدرجه ان في مره بارتوميو خد قرار بخصوص فريق السله في برشلونه، والقرار ما عجبش لابورتا، فطلع لابورتا علنا لغى القرار واستهزأ بيه. المهم روسيل قال لك اناف از اناف، وبارتوميو ده صاحبي من ايام الطفوله. والصاحب ليه عند صاحبه عزيزي؟ ليه استقاله يا عزيزي مش اللي في بالك. روسيل راح واخد بارتوميو واستقاله من المجلس، ومن ساعتها بدات الحرب بين الجبهتين. قبل ما نكمل الحكايه عزيزي المشاهد، تسالني وتقول لي هو مين الطيب ومين الشرير؟ انا اتلخبط عزيزي، مفيش طيب غيري في الحكايه دي. الحكايه دي ما فيهاش طيب وشرير، امال فيها ايه يا ابو حميد؟ فيها صراع مصالح وصراع بين طرفين كل واحد بيحاول يمشي التاني. يعني مثلا بعد ما برشلونه حقق دوري الابطال في 2006، جابت المعارضه بتاعت روسيل وبارتوميو حاولت تشيل لابورتا، عملوا حركه لسحب الثقه منه وجابوا 61% من الاصوات، اقل من المطلوب ب 5% بس. واللي انقذ لابورتا ساعتها كان انه سمع كلام كرويف وجاب تلميذه جوارديولا مدرب الفريق، واللي نجاح كبير وبسرعه في 2009، وساعتها نجم ميسي كان طالع مع الفيلسوف الاقرع، الاثنين بينوروا نجوميه ميسي وقرعه جوارديولا. بس لابورتا يا عزيزي ما كانش سالي، لابورتا كان بيستخدم موارد النادي عشان يتجسس على اعضاء حركه سحب الثقه. المهم يا عزيزي تيجي سنه 2010 ولابورتا يمشي من برشلونه، قرر يسيب الكوره ويتجه للسياسه، وهنا روسيل وبارتوميو كانوا جاهزين وترشحوا لانتخابات برشلونه، وبالفعل يكسب روسيل الانتخابات ويبقى رئيس النادي، ويجي معاه صاحبه مين؟ بارتوميو يا عزيزي. انا بقول لك من ساعتها ركز معايا، وبمجرد ما يمسكوا النادي يبقى هدفهم يقضوا على اي اثر لاي حاجه كان بيعملها لابورتا، لان روسيل وبارتوميو كانوا متاكدين ان طول ما جوارديولا وكرويف موجودين عمرهم ما هياخدوا السكسي، واي نجاحات الفريق هتتنسب للابورتا اللي جابهم. الاول كرويف مشي ورجع هولندا، وبعد كده بداوا يضايقوا جوارديولا لغايه ما مشي في 2012 هو كمان. وفثائقي تيك ذا بول باس ذا بول صديق جوارديولا المقرب واحد اعضاء جهازه التدريبي في برشلونه قال ان لحظه رحيل جوارديولا في 2012 كانت لحظه حزينه جدا بالنسبه لي، مش بس عشان كانت نهايه حقبه عظيمه في تاريخ النادي، لكن كمان لانه كان حاسس ان في اراده واضحه من الاداره الجديده لهدم وتدمير كل ما تم انجازه تحت قياده جوارديولا. وبعد كرويف وجوارديولا يجي دور مين؟ ميسي عزيزي المشاهد. بس ليه اي حد ممكن يبقى عايز يتخلص من ميسي اصلا؟ ليه بقى عندك حاجه زي ميسي وتبقى عايز تتخلص منه؟ في 2012 ميسي كان معاه 4 بالون دور وكان افضل لاعب في العالم، مين بقى المجنون اللي عايز يمشيه؟ ليه؟ ايه المبرر؟ تتعبت. بقول لك يا عزيزي ما لسه قايل لك، طول ما ميسي موجود ومؤثر في بطولات برشلونه محدش هيتكلم عن روسيلو بارتوميو. الصحفي الانجليزي والمتخصص في الكره الاسبانيه سيد لو قال في 2014 ان روسيل كان هدفه يحط بصمته على النادي في اسرع وقت، يجيب لعيبته هو مش اللعيبه اللي بتمثل الماضي، وميسي ما كانش من لعيبته. وبعد رحيل جوارديولا في 2012 برشلونه ما حققش نجاحات كبيره من بعدها، في 2013 خرج بفضيحه من بايرن ميونخ، وفي 2014 كان موسم صفري وخرج على ايد اتلتيكو. ده خلى ميسي هدف اسهل لانه ينزح من الصوره، يمشي يا ميسي من الصوره، خصوصا انه كان بيتصاب كتير والمرض الغريب اللي جاله في معدته وكان بيخليه يرجع في الماتشات، وطبعا ازمه تهرب من الضرايب وخساره نهائي كاس العالم قدام المانيا. باختصار يا عزيزي ظهر ميسي كان عريان، ودي لو انت عايز احسن لحظه تهاجم فيها ميسي. وده اللي عمله خافيير فوز عضو مجلس الاداره وقتها، اللي طلع وقال انه متضايق من فكره ان ميسي كل شويه يتجدد عقده بمبلغ اكبر. والحقيقه عزيزي ان ابو ميسي اللي هو وكيل اعماله خورخي ميسي كان راجل سفاح، كل شويه يجيب عرض من فريق تاني ويقول له معلش يا شباب عايزين فلوس زياده، ولا كل مره كانت الاداره بتقبل لان ميسي بيجيب فلوس لبرشلونه اكتر من اللي بياخدها. عزيزي ميسي كان بيجيب فلوس لبرشلونه عموما للمدينه كلها، لما يكون بيجيب فلوس لاسبانيا كلها. خاومي لوبيس احد
مسؤولين برشلونة صرح من فترة بعد ما ميسي مشي إن مقابل كل يورو ميسي بياخده برشلونة بيكسب 3 يورو. وفي تقرير تاني لموقع ذا أتلتيك نزلوا عملوا ريبورتاج في أول ماتش لبرشلونة في الدوري من غير ميسي، والناس اللي بتبيع تيشيرتات والكوفيات قالوا لهم إن ميسي كان مسؤول لوحده عن 90% من اللي بنبيعه. أنا برضو عزيزي 90% من مبيعات التيشيرت أنا اللي مسؤول عنها. لكن تصريح خافير فاوز ما كانتش مشكلته قصة التجديد بتاعت كل شوية دي، كانت مشكلته محاولة إهانة ميسي علنا، لأنه لما اتكلم عليه ما قالش اسم، قال الجدع ده وكأن ميسي نكرة. تخيل عزيزي واحد مش عارفين نقرا اسمه أصلا بيعتبر ميسي نكرة. طبعا عزيزي الراجل ده تم إقالته بعدها، وأنا عزيزي بقول الراجل ده عشان هو نكرة مش عشان أنا مش عارف أنطق اسمه أرجوك. ولكن طبقا لسيدنا قرار الإقالة ده كان بس لحفظ ماء الوجه، المشكلة كانت إن هو بس اتقال، لكن ديب داون يا عزيزي جوه كده روسيلو وبارتوميو كانوا عايزين يتخلصوا من ميسي، بياخد فلوس كتير ولو اتباع هيجيب فلوس كتير وبيخسر نهائي كأس عالم ومتخاذل. لكن يا عزيزي كان في مشكلتين، الأولى إن بيع ميسي انتحار سياسي، أروح أقول للجمهور إيه؟ ميسي وقع مني؟ أو هو كان اللي زنق في حاجة يا معلم؟ هو كان طلع عليه سمعة المتخاذل أه، بس إتس ميسي، فلازم لما تيجي تبيعه يبان إن هو اللي عايز يمشي مش النادي، فهيبقى هو اللي خاين وبتاع فلوس. مشكلة تانية يا عزيزي إنهم يلاقوا حد ينفع يتقدم للجمهور كخليفة لميسي، وأول حل ظهر لهم في 2011 لما ميسي ونيمار اتقابلوا في كأس العالم للأندية سنة 2011، ونيمار كان مأدي أداء عظيم في البطولة لحد النهائي، وهنا بقى روسيل قال لك بس هو ده اللي هياخد مكان ميسي، تعال يا ابني تعال، وطلبوا من جوارديولا يكلمه عشان ينضم لبرشلونة، بس جوارديولا لم يكن يعلم الحقيقة. الحقيقة عزيزي غالبا كده إن نيمار ما كانش جاي يلعب مع ميسي، نيمار كان جاي يلعب مكان ميسي. اوه ده تصريح خطير يا ابو حميد. عزيزي هو انا بدي تصريحات امنه؟ تقول لي يا عزيزي انا سايبك من الصبح عمال تقول لي عايزين يمشوا ميسي وانا مش مقتنع بس سايبك؟ تقول لي يا ابو حميد وانت عندك مصادر بالكلام ده؟ عزيزي انا في حاجتين ما عنديش اكتر منهم، المصادر وبحطها في الحلقات، والخيار وبحطه في السلطه. الحقيقة عزيزي احنا عندنا شواهد كتير تخلينا على الاقل نشك في رغبة روسيلو وبارتوميو انهم يمشوا ميسي من برشلونة. لما ميسي كان عايز يمشي في 2019 مثلا، احد محرري ذا اتلتيك ديرموت كوريجان كتب تقرير طويل جدا عن مدى نفوذ ميسي في برشلونة، قال فيه ان لما نيمار جه في 2013 كان بياخد مرتب اقل من ميسي على الورق، لكن على الترابيزة بقى هو وابوه خدوا فلوس اكتر من اللي ميسي خدها في الاربع سنين اللي قعدهم نيمار في برشلونة، بل ان صفقته اللي خلصها روسيلو بعلاقاته في البرازيل كان فيها مخالفات ماليه ضخمه جدا. وبعد التحقيقات من السلطات الاسبانيه روسيل اضطر يستقيل، وبعد التقارير الصحفيه قالت ان مجموع اللي دفعه برشلونه عشان يجيب نيمار من البرازيل كان اكتر من ضعف ال 80 مليون يورو اللي اعلنوا عنها. دي ارقام تدفع لو انت رايح تجيب لاعب يبقى نجم الفريق. تقول لي يا ابو حميد معلش مش مقتنع، طب بلاش نيمار، موضوع عايزين نبيع ميسي ده اتقال نصا من مسؤولين ومدربين في النادي وصحفيين مقربين من ميسي نفسه. في ابريل 2019 جوردي رورا مساعد تيتو فيانوفا المدرب اللي جه بعد جوارديولا قال ان في نهايه موسم 2014 ميسي كان عايز يمشي من برشلونه وفيانوفا هو اللي اقنعه انه يقعد. فيانوفا كان عنده سرطان وميسي زاره في المستشفى قبل ما يموت بست ايام، وفي القعده دي حسب كلام رورا ميسي قرر انه يقعد بعد ما كان ماشي. وبعد الواقعه دي باربع ايام بالظبط يوم 23 ابريل سنه 2014 جيم باجي الصحفي الاسباني الشهير اللي كتب سيره ميسي قال ان مانشستر يونايتد بتاعت رونالدو يا ابو حميد، لا عزيزي هو اللي بتاع مانشستر، قال ان مانشستر يونايتد وصل لهم معلومه ان برشلونه مستعد يبيع ميسي، وبناء عليه ابتدى التواصل مع ميسي ومع مجلس اداره برشلونه، بس الصفقه ما نجحتش. وبعد موضوع مانشستر يونايتد بكام شهر في نوفمبر 2014 كان ميسي بيعمل حوار مع جريده اوليه الارجنتينيه، وقال فيه ان طول عمره كان نفسه يكمل مسيرته وحياته في برشلونه، لكن في كره القدم الامور مش دايما بتمشي زي ما انت عايز. خد بالك يا عزيزي ان ميسي هو اللي تطوع انه يقول الكلام ده، محدش ضغط عليه ولا كان اجابه على سؤال. ده تصريح غريب جدا بيقول ان في حاجه يبدو انها مش تمام، والموضوع مش بيقف لحد هنا بس. بعد ما روسيل خرج من اداره برشلونه مسك مكان صاحبه بارتوميو في موسم 2014-2015، وفي ماتش إشبيليا في الكامب نو ميسي كسر الرقم القياسي لهدافين برشلونة في الدوري، وفي نفس الوقت كان بارتوميو بيوزع استطلاعات رأي على الجمهور اللي قاعد في الاستاد، قال يعني بيسألهم عن رأيهم في أحوال النادي. وفي اليوم ده وبينما برشلونة بيحتفل بميسي وهو بيكسر رقم جديد، ورقة الاستطلاع دي كان فيها سؤال غريب جدا، أنا يبيع برشلونة ميسي؟ ليه بتسأل السؤال معلش؟ طب بلاش ده. مصدر تاني من القريبين من ميسي، واحد من الصحفيين اللي عملوا معاه أكتر من مقابلة، قال إن بارتوميو كان عايز يبيع ميسي وكانت كل مشكلته في رد فعل الجمهور، عايزين بقى نجيب نيمار عشان لما برشلونه ياخد سداسيات يتقال ان نيمار هو اللي جابها، ومين اللي جاب نيمار؟ بارتوميو روسيلي عزيزي. على كل حال ميسي عمل ريمونتادا في موسم 2014-2015 ثلاثيه تاريخيه اثبت فيها ميسي انه اهم لاعب في برشلونه حتى في وجود نيمار وسواريز، واتبروزت الريمونتادا في مشاهد زي ماتش بايرن ميونخ اللي لسه بواتنج ظهر وجعه من ساعتها.
ده في كره يا عزيز عشان لو انت مش فاهم. وزي نهايه الكاس قدام بالباو لما ميسي رقص الفرقه كلها وجاب جون معجزه كالعاده يعني معجزه. بس ميسي بيعمل معجزات كتير، معجزتين ثلاثه كل ماتش تحس اللقطه. ما هي دي الفيزياء بقى. المشاهد دي يا عزيزي وغيرها خلت زحزحه ميسي من مكانه مستحيله، وبقى مفيش مفر من التجديد تاني برقم اعلى، واستمر ميسي مع برشلونه تحت رئاسه بارتوميو. في اكتوبر 2020 بيرحل بارتوميو عن رئاسه برشلونه، وبكده تنتهي مرحله انونيستاز بتاعه روسيلو وبارتوميو. بس بعد ما بيتحول الفريق اللي استلموه لصوره مضحكه وبيتغلب 8 من بايرن ميونخ في 90 دقيقه. هو صحيح البايرن عادي بيكسب بالثمانيات، بس مش برشلونه يعني، عيب. احترموا النادي، احترموا المعزه. هم الالمان كده يا عزيز، فاكر السبعه بتاعت البرازيل. المهم كل ده حصل لبرشلونه بعد ما كان قبلها فريق جوارديولا وميسي بيعتبروا ناس كتير اقرب حاجه عرفناها عن الكمال الكروي والجمال الكروي. بس يمكن هي دي المشكلة، الكمال اللي لما بتحس ان انت وصلت له بتكتشف ان في مشاكل وعيوب ومش زي ما انت فاكر، وبعد ما تتعود عليه هتبتدي تحلم بحاجات تانية وتقرفنا بقى، فتبدأ تسأل هل الكمال ده بتاعي؟ هيتنسب ليا ولا لا؟ ممكن ده كان شعور روسيلو وبعده بارتوميو، ومعاه بدأت رحلة جديدة بيتدمر فيها كل حاجة لغاية ما تتساوى بالأرض وتوصل لمرحلة ان كمال نفسه يبقى عايز يمشي. استنى كمال، كمال ده اللي هو ميسي عزيزي لو ما تعرفش في الكورة. عزيزي المشاهد، احنا مش محتاجين قوي إحصائيات أو مصادر نقول بيها ان ميسي على الاقل احد اعظم لاعبي كره القدم في التاريخ، وممكن برضو ان هو اقرب حاجه للكمال الكروي. بس المره الثانيه ده له عيوب، لان التعود عليه ممكن يخليه شيء معتاد ويخليك تحس انه طبيعي وبيحصل كتير. بقى عادي انك تشوف ميسي بيعمل حاجات خارقه في الملعب، تجيب لعيبه تمشي لعيبه، ميسي بيروح يجيب اجوان، والاجوان بتجيب بطولات، والبطولات بتجيب فلوس، وميسي قاعد متربع فوق. من ناحيه المعجزات دي بتحقق لك درجه من الامان والطمانينه، لكن من الناحيه الثانيه كترها بيحولها لروتين وبيخليك تفقد القدرة على الاندهاش وبيشيل الإثارة بالموضوع مهما كنت قدام حاجة عظيمة. وده اللي حصل مع ميسي وبرشلونة. عزيز مشاهد، برشلونة كان عنده مصباح سحري، فريق بيحقق بطولات بمعدلات غير مسبوقة. عملوا بيه؟ قعدوا يتخانقوا، وبقى كل واحد عايز الامتياز ده يتكتب باسمه هو. كان عندهم لعيب بيقدم الروتين من الامتياز، عملوا بيه ايه؟ قعدوا يجيبوا له صفقات غالية بلعيبة بتلعب في نفس مركزه، وبعدين يقولوا له المشكلة فيك يا سيد، انت اللي مضايقهم، احنا مش عارفين نستفيد منهم بسببك. والنجوم دول يزودوا فاتورة مرتبات برشلونة لغاية ما تبقى وقت بارتوميو هي الأكبر في الكيانات الرياضية عموما على مر التاريخ بأكتر من نص مليار يورو. هوس بارتوميو بنفسه وصله لدرجة إنه تعاقد مع شركة علاقات عامة عشان تشوه صورة ميسي على السوشيال ميديا، تطلع عليه إشاعات وتهاجمه وتهاجم أدائه. دي قضية يا عزيزي لسه بيتحقق فيها لحد دلوقتي، معروفة بعنوان البارسا جيت. وبعد ما بارتوميو مشي وبعد ما ميسي خلص 17 سنة بتوعه اللي بدأهم كمراهق بيضحك فوق ظهر رونالدينيو وأنهاهم بيعيط في مؤتمر صحفي. في يناير 2021 بيرجع لابورتا لرئاسه برشلونه، بس بيلاقي الشيله اللي سابها بارتوميو والحاله اللي فيها برشلونه صعبه قوي. ديون برشلونه مع بارتوميو وصلت لمليار و300 مليون يورو، اكبر دين في تاريخ الكيانات الرياضيه. قعد يدي وعود في الانتخابات انه هيقعد ميسي وهيجيب هالاند ومبابي ومارادونا وبيلي لو كان عليه. هو اصلا ما يعرفش وضع النادي عامل ازاي، ولما مسك واكتشف حجم الديون الحالي وتفاصيله ما كانش قدامه غير حلين. الاول انه ياخد قرض عاجل من بنك جولدمان ساكس الامريكي اكتر من نص مليار يورو، وقرض بالحجم ده كان من شروطه ان يبقى فيه ضامن من البنك بيطلع على قرارات المجلس. وبعض التقارير الصحفيه بتقول ان هذا الضامن كان رافض تجديد ميسي. يخرب بيتك يا ضامن، جبتك تضمني لبستني. هذا الضامن كان شايف ان ميسي حتى لو كان بنص مرتبه هيبقى عبء مادي على النادي. الحاجه الثانيه اللي عملها لابورتا انه ساند السوبر ليج بكل قوته. ايه يا ابو حميد السوبر ليج ده؟ تعالى لي. السوبر ليج يا عزيزي هي البطوله اللي المفروض هتجمع انديه اوروبا الكبيره، والمفروض انها كانت تبقى بديل للشامبيونز ليج. لان من وجهه نظره السوبر ليج كان بيضمن لبرشلونه دفعه فلوس ضخمه في البدايه يقدر يعالج بيها جزء من مشاكله. وفي نفس الوقت تيباس رئيس رابطه الليجا الاسبانيه كان بيحاول يلاقي حل يمنع ريال مدريد وبرشلونه من تنفيذ مشروع السوبر ليج في المستقبل، لان انفصالهم معناه ان الليجا هتنهار ومحدش هيتفرج على ليجا منهاره. ومن هنا جت لتيباس فكره جهنميه، قوانين الليجا للعب المالي العادل تتعدل، وبعد ما كان مسموح لكل نادي ان فاتوره مرتباته تبقى 110% من ارباحه ننزل النسبه دي ل 70% مرة واحدة، ونقول للأندية يا إما تلتزموا بالنسبة الجديدة يا مش هتسجلوا اللعيبة بتاعتكم. دي العصاية. الجزرة بقى إننا نقول لهم والله في مؤسسة اسمها السي في سي كابيتال بارتنرز مستعدة تشتري 10% من حقوق الليجا التجارية لمدة 50 سنة مقابل إنها هتدفع لكم دلوقتي 280 مليون يورو، وده هيساعدكم تحسنوا وضعكم المالي ويمكن يخليكم تعرفوا تسجلوا ميسي، بس مش هتعرفوا تعملوا السوبر ليج لأن عقد السي في سي هيمنع ده. فعمك لابورتا وقع بين اختيارين مفيش منهم تالت، يا يفرط في السوبر ليج يا يفرط
هيفرط في ميسي. لابورتا كروفيستا بتاع المبادئ والحاجات الحلوه تفتكر هيفرط في يا عزيزي؟ فرط في بطل اللعبه الحلو. اه يا عزيزي انا قلت لك القصه دي ما فيهاش طيبين واشرار. هتقول يا عزيزي طب ما الليجا كده خسرت، ما ميسي مشي ما حدش هيتفرج عليها. هقول لك كلامك صح، بس سيتي باس برده كان قدامه اختيار صعب، يا اما يخسر ميسي دلوقتي يا اما يخسر برشلونه وريال مدريد بحالهم بعدين. وبالنسبه للليجا فخساره ريال مدريد وبرشلونه اكبر من خساره ميسي. معلش ده قدامه كام سنه ويعتزل، الناديين ممكن يبقوا احسن ويجيبوا نجوم ويرجعوا نفسه تاني، فلو خسرناهم هتبقى خساره دايما. انما ميسي مع كامل الاحترام خسارته مؤقته، خاصه بقى ان عقود الليجا مع شبكات البث مش هتنخفض ولا تتلغي لما ميسي يمشي. واللي حصل دلوقتي يا عزيزي ان انديه اسبانيا كلها وافقت على الاتفاقيه، وريال مدريد اعلن انه هيرفع قضيه على الليجا عشان يلغي الاتفاقيه، لكن موقف برشلونه ولابورتا مازال غامض. الناس كانت اقتنعت بقصه نسبه الرواتب وقالت ان خلاص ميسي كده كده ما كانش ينفع يقعد، لكن فجاه طلع خبر ان بيكيه قرر يخفض مرتبه بشكل كبير عشان يسمح لبرشلونه يسجلوا 3 لعيبه من الاربع صفقات اللي جابوهم، وفعلا برشلونه سجلهم ولعبوا اول ماتش. الله، امال ما عملوش كده ليه وسجلوا ميسي من الاول؟ بعض التقارير الصحفيه قالت ان بقيه كباتن الفرقه بوسكيتس والبا وسيرجيو روبرتو هم كمان خفضوا مرتباتهم عشان نسجل اللعيبه دي، او بمعنى اصح يعني اجلوا مرتباتهم. لكن الحقيقه ان اخر الاخبار بتقول ان البا اتفع على الكلام ده مؤخرا بس. نفس الكلام بالنسبه لروبرتو وبوسكيتس، الاتفاق ده بعد ما تم تسجيل 2 من اللعيبه الجداد، ولغايه دلوقتي محدش عارف الحقيقه فين بالظبط. تخيل حدث بالحجم ده ومحدش عارف حياته فين لحد دلوقتي. الحاجه الوحيده اللي احنا عارفينها يا عزيزي انك لما تلاقي حد بيقدم عظمه بشكل روتيني لازم تقدره، وخاصه لو كان بيقدم لك العظمه دي مرتين في الاسبوع. زي 2 كده اعرفهم، ميسي و وانا عزيزي. ايه متلخبط ليه؟ انا هسهلها عليك، عشان ما تفرطش في العظمه دي اتفرج على الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات اللي جايه، انزل بص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب اشترك على القناه، اشترك على القناه بتجيب لك عظمه. يلا عظمه يلا. اوعى عزيزي ما الدحيح برده ممكن الحقني يا عزيزي قبل ما امشي. ها وهتبقى قصه غامضه برده محدش يعرف الحقيقه فين. كل الناس يا عزيزي بتتامر على الدحيح، كل واحد عايز ينسب الفضل لنفسه، مع ان الفضل عند محمد فضل.